نبداو اخوتي نبداو زيد 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 صافي ندخلو الو وي خويا راه حنا بغينا نصورو دابا راه حنا في الباهو ديال يلا شوفوا اخويا بلاتي الاخوان ديال جريدة اسبريس لا تياخذ بوحدك ماشي مشكل انا ناخذو معاه انا زعما نتوما معانا نتوما النفس طويل اليوم ان شاء الله تفضل الاستاذ العسولي هو اللي غيتكلم الاول يعني احنا في ضيافه هيئه الدار البيضاء اليوم منظمه تفضل الاستاذ العسولي اسمحوا لي نزيدوش ما عرفتش كيف تيديروا داك الشيء اسم السيكه لا يقدر هو السلام عليكم استاذ سليمان المختار عضو المكتب التنفيذي للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام كما كتعلموا ان اليوم كان المنظمه محطه جديده من محطات النضال في مواجهه كل ما من شأنه الاختلاس او التبديد وعلى العموم المساس بالمال العام هي محطه سجلتها اليوم المنظمه عن طريق شكايه تقدمت بها امام السيد الوكيل العام قسم جرائم الجرائم أموال في مواجهة الرئيس السابق لجماعة الجماعة الترابية أقلموس لإقليم مدينة خنيفرة والذي يشغل حاليا عضو بالمجلس التشريعي شكاية تخص تبديد وتبديد الأموال العامة واستغلال النفوذ والتبييض وغسيل الأموال والتزوير والمجموعة من الجرائم التي تم تبنيها من قبل المنظمة في مواجهة الشخص المذكور هي تم شكاية تم عرضها على السيد الوكيل العام لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا الصدد إلى جانب لا يفوتني أن المنظمة سوف تقوم باتخاذ إجراءات احترازية أخرى للإحاطة وفي إجراءات أخرى في مواجهة هذا الشخص علما أن هذه الشكاية لا تخص الشخص المذكور لوحده بل هي موجهة إلى جانب أطر عاملة بالجماعة المذكورة أو متعاقدة في إطار الخواص مع الجماعة للمزيد سوف أحيلكم على السيد الرئيس منظمة السيد سبراد للإفادة أكثر وشكرا شكرا السادة رجال الإعلام منابر الإعلامية اللي تواكب دائما في كل محطة نضالية وترافعية للمنظمة المغربية لحماية المال العام اليوم حضورنا معزز بإخوة السادة أستاذ من همه هيئة الرباط عضو مكتب تنفيذي ثم كذلك الدكتور عصام أربيب كاتب العام للمنظمة والأستاذ العسولي المختار محامي بهيئة الدار البيضاء واللي اليوم جات المنظمة وضعت واحد شكاية معززة بمجموعة من الوثائق منها شكاية في مواجهة البرلماني الحالي لإقليم خنيفرة والرئيس الجماعة السابق لجماعة أقلموس ما بين فترة 2009 و 2021 الذي دبره في هذه الفترة دبر شؤونها وكان عامرا بالصرف بتلك الجماعة الشكاية اليوم ماشي جينا وضعناها كانت لجنة قانونية ديال المنظمة المغربية لحماية المال العام التي تتراسها مجموعة من الزملاء والمحامون ويعني بعد تحليل وتدقيق مجموعة من الوثائق منها تقرير المجلس الجهوي للحسابات يعني التقرير الخاص الرقم 5 2019 ثم كذلك كاين هناك تقرير منجز ديال تسليم السلطات اللي تحفظ الرئيس الحالي على مضمونه ثم كذلك هناك مجموعه من تقارير خبرات يعني لمكاتب ومختبرات اللي تشتغل على المستوى ديال الاشغال لانه اعتبرنا مجموعه من الاشغال والطلبيات العموميه والاعمال اللي انجزت في عهد الرئيس السابق هناك اختلالات
واتقى التقرير. هناك شبهة اختلاس أموال عمومية وتبديدها، هناك استغلال للنفوذ، يعني هناك كذلك تزوير في بعض الوثائق. فكيف طرق الأستاذ المختار العسولي محامي المنظمة في الأول أن الشكاية غير موجهة للرئيس فقط، بل كل من تبت تورطه في الأبحاث وفي الأفعال الإجرامية وفي الأفعال التي تكتسي أفعال جرائم مالية، فيها مقاولين، فيها بعض الموظفين، فيها يعني ما نقدرش نقول لكم لأنه كاين دابا يعني مستقبلا كاين سرية البحث في مجموعة من الأمور ما نقدرش نطرق لكم، ولكن أنا أعطيتكم الملخص. وكاينين شهود، كاين واحد المجموعة من الشهود اللي حضروا ويعني مجموعة من الوقائع ومجموعة من الأفعال الخطيرة جدا في حق المال العمومي. باعتبارنا كمنظمة مغربية لحماية المال العام سطرت برنامج ترافعي في مواجهة كل ناهبي المال العام، كل من تحوم حولهم شبهة فساد وناهبي المال العام. المنظمة اليوم وضعت ماشي من أجل التجني في مواجهة المدبر العمومي أو المنتخب بصفة عامة، ولكن بناء انتظرت حتى حصلت على وثائق، تحصلت على تقارير تثبت يعني بدقة أنه هذا المسؤول الذي دبر شأن جماعة أقلموس من 2009 إلى 2021 وجب مساءلته، وجب التحقيق معه. كذلك أن المنظمة كيف قلت لكم، كيف تطرق لها الأستاذ المختار العسولي، أن المنظمة ستقوم بإجراءات مواكبة لمسطرة، لأنه ما بغيناش نصرحوا على شي حد الأمور، لدنا تحول بعض الأملاك، بعض كذا، بعض الرؤوس أموال، بعض كذا، بعض مجموعة من الأمور. حنا غادي المنظمة ابتداء من الأسبوع المقبل غتقوم بإجراءات أخرى مواكبة للشكاية لوضع اليد على مجموعة من الأمور ما يمكنش لي نبلغكم بها اليوم حتى تتهدى وتتدار الإجراءات وتتفعل عن طريق النيابة العامة. وبالتالي نعتبر أنه هذه الجماعة وسكن الجماعة وما يعيشونه من قهر وهشاشة وفقر إلا نتيجة من بين النتائج ديال أن هذا المنتخب الذي دبر شؤونها واتقه تقرير أنه مجد يعني تحوم حوله شبهة فساد ونهب للمال العام وللمال العمومي بصفة عامة. شكرا. لا، احنا وضعنا الشكاية في مواجهته هو ومجموعة من الأطراف، ما نقدرش نقول لكم أسماءهم، ما يمكنش لي لأنه غنسقطوا في باب التشهير. هذا احنا تحدثنا على مدبر المنتخب الذي دبر الشؤون بصفته العمومية وليس بصفته الشخصية، ثم هناك أطراف أخرى مشتكى بهم من مقاولات من بعض الموظفين من بعض المشاركين. احنا غننتظروا التحقيق والبحث التمهيدي بعد تحليك الدعوة العمومية من طرف النيابة العامة، المآل ديالو والنتائج ديالو ما غنسبقوش الأحداث. احنا وضعنا وبلغنا على جرائم واتقها تقرير لمؤسسة الدستورية، وتبقى الآن الكرة بين يد النيابة العامة وبين يد القضاء. وأكيد أكيد لنا اليقين ويعني بكل صراحة نلمس دائما وهذا ليس إطراء أو مجاملة في مؤسسة النيابة العامة، وعلى الخصوص الدائرة القضائية في الدار البيضاء أن تتفاعل مع جميع الشكايات وقراراتها، يعني تعرف الشجاعة في اتخاذ القرار. وهذا هو يعني المأمول ديال المنظمة في المؤسسة النيابة العامة وفي القضاء بصفة عامة، وماشي غير على مستوى الدار البيضاء بل أقسام جرائم الأموال أخرى تتفاعل النيابة العامة بشكل جدي ومسؤول. وحنا عندنا ثقة في القضاء، ثقة في النيابة العامة تقوم بالواجب إن شاء الله بحول الله.